الحمد لله ماشي. بس فبقول لك كابتن سيد، كان عندك حاجه عند الترجي هنا قلتها في البيت الكبير، هل خدت الحاجه دي ولا لسه قدامك شويه برضو؟ الحمد لله تمت بسلام، الحمد لله تم التسليم يعني. تمت بسلام الحمد لله. طيب شفت المباراه ازاي امبارح يا كابتن سيد في ظل هذه المباراه الصعبه جدا، والكلام عن ركله الجزاء ورد فعلك ما قبل ضربه الجزاء؟ يعني رد فعلك الحقيقه كان واضح جدا ان انت يعني ايه، انا لسه كنت بتكلم عن الموضوع ده، ما اعرفش سمعته ولا لا، لكن ان انت كنت بتجز على اسنانك، ان انت انا حسيت ان انت عايز تنزل تلعب يعني، او تنزل تاكل الحكم يعني. بص، هو بس الحكايه كلها ان انت كنت عايز تاخد او يطبق القانون كله، ما تاخدش جزئيه واحده بس. ايوه هي مجرد ما هو راح للفار هي ضربه جزاء واضحه ومفيش شك ابدا، وانا عندي ثقه زي ما قلت رضوان جيد ان هو يعني هيجيبه ناديله ومجرد ما يشوفها هيحسبها يعني. ايوه لكن طبق القانون بقى. بص يا استاذ، احنا نشوف عشان عدينا من وراها هنحسب بعد المباراه. المباراه كانت صعبه جدا، المباراه الاولى والثانيه كمان يعني بتاعت الترجي، اللي هي ليها 10 مش من سنه ولا اثنين، 10 سنين اللي فاتوا له تواجد جيد جدا 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 على المستوى الافريقي. ايوه يعني هو بطل 2018، بطل 2019، ايوه وكان في نهائي 2012 معانا خدنا واحنا كسبنا، وكان بطل 2016. انت بتتكلم في اخر 10 سنين وصل الفاينل حوالي 4 مرات، ايوه يعني ده ارقام جيده جدا بالنسبه للترجي، واحنا كمان يعني ارقامنا الحمد لله كويسه. فكانت المباراه صعبه، لكن الحمد لله نجحنا برضه. برضه ارجع اقول بالشخصيه بتاعتنا وطريقتنا واسلوبنا وتحضيرنا ان احنا ننجح عندنا بشكل كويس. المباراه الثانيه كانت صعبه، كانت رد فعل الترجي متوقعه في البدايه برضه تمام، لكن كان مهم جدا ان انت تثبت ان انت تبقى عندك اداء شويه، هيبقى فيه مساحات ومحاولة الهدف اللي دخل فيه هتبقى موجودة المساحات اللي ممكن لها. من المساحات دي كانت البنالتي اللي حصل. ايوه كانت الفرصة الجيدة ان تحارب برضه، فيبقى فيه نقص عددي وتأخر هدفين، فالأفضلية هتبقى ليك يعني.